الصحابي الجاي ده برضو من أشجع الصحابة، وهو صاحب العصبة الحمراء أبو دجانة رضي الله عنه، اسمه سماك ابن خرشة، صحابي جليل ابن لواذ، سماك ابن خرشة ابن لواذ. ذكر له ابن الجوزي رحمه الله كلاما قليلا لكن فيه ثلاث صفات، وهي من الصفات التي إذا احتسب العبد وأخلص لله هي من الصفات التي تقوده إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. فذكر شجاعته، وذكر حفظه للسانه، وذكر سلامة صدره. شوف الزول لا عجيب كيف، زول الصدر جوا سليم والجسد برا بدافع عن الدين واللسان عفيف، شوف الخير ده كيف. قال: شهد بدرا وأحدا، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يوم أحد، وبايعه على الموت، ده الموت والجنة طوالي، وقتل يوم اليمامة، قتل يوم اليمامة. ومر بنا في سيرة وحشي أن وحشي هو الذي رمى مسيلم الكذاب، ثم جاء رجل فضربه وهو أبو دجانة رضي الله عنه. بعد قتل رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك رضي الله عنه، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، شال له سيف، فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فمد الناس شنو أيديهم، قال: فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه؟ سيف ده يشيله بحقه. فأحجم القوم، فقال أبو دجانة سماك رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذه ففلق هام المشركين، شقق رؤوس وقطع بيضرب بيجاي وبيجاي رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في المسند. وعن زيد بن أسلم قال، زيد بن أسلم رضي الله عنه التقى بأبي دجانة، وكان أبو دجانة رضي الله عنه مريضا، قال: وهو مريض وكان وجهه يتهلل، مع أنه الزول المريض وجهه يبقى عابس وتعبان لكن وجهه يتهلل رضي الله عنه. فقيل: ما لوجهك يتهلل؟ قالوا لأبي دجانة: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين. قال: أنا برجو في العمل، أرجو اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. شيء ما بيعنيني ما بتكلم فيه، مش أي موضوع أنت تخش فيه. وتلقى الناس يتونسوا في العربات ويدخل خشمه، تلقاهم يتكرر الركشات يتكلموا في الموبايلات يخش كذا، الحلة في مشكلة وخاش في النص، ويا ريت لو ذول متعلم وذول بيحل المشاكل، تلقاه بس مجوبيك بتاع أخبار وبتاع أشياء وكذا وكذا وكذا. وفي ناس كذا يا جماعة، كان اديته سر في البيت بينك وبين الزوجة، بكرة بتلقاه في السوق شت ما يقدر يمسك لسانه، وده زول غريب جدا، تلقاه أي شيء يتكلم به. الله يظهر أوريك موضوع فلان وعمل وسوى وكذا وكذا وكذا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الشيخ العباد: ويفهم من هذا الحديث أن من حسن إسلامه انشغاله بما يعنيه. تطلب العلم ده بيعنيك، تزكي النفس
قد أفلح من زكاها، ده بيعنيك بالطاعة وبالدعاء وبالاستغفار بتلاوة القرآن، تهتم بما يعنيك. تشوف الأهل تتفقدون، واحد تلقاه عنده 4 أخوات تلقاه 7 شهور ما يسأل منهم ولا يتفقدون، تلقى الأخ ترسل ود الجيران السوق وهو قاعد في الفريق ده ذاته أخوه، وترسل بتاع الدكان وتلقاه كذا وكذا 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 هو قاعد ولا يشي. ومشاكل الأخوات يحلوها غيره، يخشوا فيها الناس الغربة والبعاد هو قاعد، انت اشتغل بشيل بعينيك. والزول يا جماعة والله الذي لا إله غيره لو انشغل بما يعنيه وقام بهذا الحق حق القيام فما قصر، ما بوقت هسي عليك الله. الزول الواحد خاصة المستقيم دار يشتغل من الصباح للعصر، عليه مسؤولية في رقبته، أولاد وأهل، دار يرسل لأمه وأبوه وغيره، واحد شغل من الصباح للعصر تلقى شغال، دار يحفظ قرآن، دار يتعلم، دار يبلغ دعوة، عنده مناقشات وعنده مناظرات، دار يحضر، عنده أهل بدع بيشوف في دعون ويرود عليهم، عنده مشاكل في البيت، عنده أولاد دار يربيهم على الدين، يحفظ الطفل والكبير يشوف مشكلته وده كذا، وعنده أرحام دار يصلون، وعنده جيران وعنده مناسبات وعنده ده بكفيك الزمن ده بكفيك 24 ساعة دي بتكفي الزول؟ خلي لما تمشي تبحث لك حاجات انت ما عندك بها شغلة، تمشي تكابس في ناس اي موضوع يخش فيه وتلقاه حاجة هو ما قدره، يعني دين تلقاه مليار هو ما يملك 10,000 يخش، لا لا المشكلة دي انا بحلها لكم بس، تلقاه مجوبك الحياة دي كده يواعد ده ويقبض ذاك وخش في ده ومش ليه ده. يا زول رتب نفسك، رتب نفسك ورتب وقتك، وبعد ترتب كان اديت اي زول حقه انت ما قصرت. طيب قال اما احداهما فكنت لا اتكلم فيما لا يعنيني، واما الاخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. قلبي ده للمسلمين نظيف ما في وجه، شكي الله سبحانه وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله شنو بقلب سليم، ومدح أقواما قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وسبق ذكرها قبل قليل. ولذلك يا جماعة الزول صدر ده يكون سليم، انت الزول قلبه ليه بوسخه؟ شرك أبعد منه، ده أكتر شيء بوسخ القلب. شفت الشرك تعتقد في الشيخ والشيخ بدي الجنة والشيخ ينادوا في الشدائد والشيخ الحقنا وفزعنا وسوي لينا والشيخ ما بعرف بيعلم الغيب وشوف لينا الرايحة وين وحوط لينا وسوي لينا، ده أكتر شيء بوسخ القلب. إنما المشركون شنو؟ نجس. مشرك ده نجس ونجس ما فيه خير. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، دي قلوب يدخلوها جهنم بعدين. الله قال عن الحطمة تطلع على الأفئدة، تخش جوا محل الشرك والوسخ والمرض، ده اللي بيوسخ القلوب. بعد ذاك في أشياء بين الناس، الحقد الغل، ما تحقد عليه زول، زول حصل منه موقف ما ياهو واجهه طوالي تصل به سلام عليك وفلان آي. لو قدرت تقزم الغيظ وتعفو ده خير كبير جدا، لو ما قدرت طوالي ولا تحقد عليه ولا تبقى بطنك غريقة ملانة بلاوي، بعدين في الموت بدل تشهد تقعد تتكلم بكلام فارغ لأنه القلب ملان حاجات فارغة، خلي قلبك ده نظيف اتصل به طوالي أفلان والله موقفك ما ظريف مالك والله سويت كذا وقلت كذا والكلام ده راجع نفسك وكذا وكذا، شو الصح من الغلط والريو وخلاص نوم قلبك ده مرتاح ولا يجي.
ما تحقد عليه زول ولا تحمل له غل. زي مبتدع رد عليه وابقى مارق طوالي، رد عليه وابغضه في الله، ده تؤجر على الكلام. زول على الاستقامه انت مثله والعذر، منهج قويم وكذا وكذا وما وقع في بدعه، ما منع خلاه عايم زال، انت مثله عذر في بدعه، بدعه ده وقع فيها تبين له، وصر مبتدع طوالي ولو استقام 20 70 سنة، خلي صدرك سليم ونظيف ما في شيء، مرتاح. والله يا جماعه الزول السلفي والمستقيم والداعيه بحق ينوم مرتاح، وتلقى على البدع ديل النوم غالب مخدة، تلقاه ناعمه وما قادر ينوم، يقلب بجاي وشيله يغطي بها وشه، وتاني خدتها بتحت تاخدتها باي محل ما في طريقه، لانه الشغله كاتمه جوا. والله الذي لا اله غيره مرض يا اخو بلاوي، خليك زول شفته تجي تخد راسك ده تنوم، شفته تقول الاذكار دي وتنوم طوالي مرتاح، تقوم الصبح مرتاح وكذا، قلبك ده سليم، لو روحك دي قبضاء الليلة ما فيش. وما تحسد زول، تحسد ليه؟ علم، هذا العلم طوال، وذاك الغبطة. لكن لو وصل حسد عديل المزموم، هذا العلم فيه، قرآن فيه، كتب فيه، تسجيلات العلماء فيه، العلماء ذاتهم فيه، تمشي تهاجر لهم، ما لقيت فرصة وكذا ومشغول إلى آخره، كتب موجودة وتسجيلات موجودة، تسمع وتقرأ تتعلم، تعرف في شنو دعوة دي تشتغل طوال. ما تحسد زول ولك فلان ده ليه بس طوالي، فلان فلان فلان، انت قال الرفعة دي 6 كراسي فوق، 6 كراسي بس، إلا ينزل واحد حتى انت تخش شغالة دي، الله ممكن يرفع آلاف مؤلفة فوق، انت بس إلا تنزل زول حتى انت تخش انت محله. يا زول شغلة دي بيد الله سبحانه وتعالى، تركز شغلة دي ما بشي، ورفع دارباش نو ذاته عليك الله، زول رفع ذاته دارباش انشغال ساي يشغلوك انت، آخر ذاته تكون بس تبلغ وتمشي. دي أمنية كانوا بيتمنوها السلف زي الإمام الشافعي، يتمنى أن ينشر علمه ولا يعرف، لأنه المقصود الخير والمقصود الأجر، مش الشهرة ويعظموك ويسووا لك ويعملوا لك وكذا وكذا وكذا. بلاوي يا اخنا ذاته غريبين جدا، والله الذي لا اله غيره، زول تلقى محسن يرسل اموال يقول صوروا لي، صور لك شنو؟ رد شيخ مقبل على الناس زي ديل، الناس ياكلوا عزمون في بيوتهم في اكل، عزمون وجوا عشان يلبوا الدعوه بتاعتك، تقعد تصورهم يا اخي زي هنا وتمشي تفضحهم برا، شوف شوف ده بياكل لقمه وقدر كيف، يا اخي مالكم مال شغل زي ده؟ يقول لك يا اخي المحسن ده كان ما صورنا ما بدينا، ما بديك هاي وريه وامشي بس، يحتسب الاجر ما تنزل للي ذاته، هو ده سموه محسن ذاته ليش؟ هو ما بيسخ ليه؟ هو انت اذا ما بيسخ فيك فائدته شنو؟ وانت لو ما قدر الثقه كلها وسايا مع الناس تشتغل دعوه وكذا، الحمد لله انا ما عندنا شغل زي ده بفضل الله، شوفوا ناس وبراو اشتغل دعوتك واخلص لله وخليك سليم، صدرك ده تجي في نص الناس وتبسم في نص طايب، وتضحك مع الكبير والصغير والفقير والغني وغيره وكذا وكذا، خليك زول تمام ما في شيء.